انت شايف الوضع، طبعا الوضع مأساوي جدا زي ما انت شايف، قصف، ترويع مواطنين، اغلاق البلد. احنا عاده بنشتغل يعني اصحاب محلات او بنشتغل الموظفين، اغلقت بالكامل يعني البلد زي ما انت شايف. احنا بنروح على 12 او 1، اليوم سكرنا على 9 و8 بعد التوتر اللي صار في البلد والاوضاع اللي صارت.